اهلا بكم في فيديو جديد ومقارنه جديده من مقارنات الخنفري. مقارنه النهارده هنقارن فيها برفانين انا دايما بصنفهم ان هو برفانات المكتب المميزه جدا للرسميات وللاجواء الرسميه. واحد منهم كنت بفضل الفيرجن الصيفي منه، ولكن دلوقتي الفيرجن الشتوي هو بصراحه اللي تحت الاضواء شويه. هقارن لك سلفاتوري فيرجامو اف بلاك مع برادا لوم انتنس. ايه حكايه البرفانين دول وايه اللي يحصل لما يتحطوا قدام بعض هقولهم لك في الدقائق الجايه وفي شويه نقط كده الخص لك المقارنه دي. بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اعمل لها مقارنه ما بينها وما بين بعضها، وبرده لو عندك اي اسئله متعلقه بالبرفانات. ودلوقتي برده الخنفاري بقى على الانستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت، ممكن تعمل لي فولو لو عايز، ونرجع تاني للمقارنه. ايه بقى اللي يحصل لما نحط سلفاتوري فيرجامو اف بلاك قدام برادا لوم انتنس؟ والله اللي متابعني من فتره عارف ان انا البرفانين دول من البرفانات اللي يعني انا بفضلهم جامد قوي، وبحب ان انا استخدمهم في المواقف الرسميه، وخصوصا ان انا البرادا لوم كنت دايما بنصح بالبرادا لوم العادي مش الانتنس. ولكن بما اننا هنقارن برفان سلفاتوري فيرجامو مع البرادا لوم، ممكن ما تبقاش مقارنه عادله قوي، لان البرادا لوم يصنف ان هو يبقى ايه ناحيه صيفي شويه، والسلفاتوري فيرجامو اف بلاك شتوي شويه. فالحل الامثل ان انا اقارن البرادا لوم انتنس مع سلفاتوري فيرجامو اف بلاك، وكده يبقى المقارنه عادله شويه. فنبتدي الاول اول حاجه بريحه البرفانين دول. انت بتاخد ايه من البرفانين دول؟ يعني ايه مدى الحلاوه بتاعت البرفانين دول لما اقارنهم ببعض؟ السلفاتوري فيرجامو اف بلاك من البرفانات الجميله جدا اللي موظفه ريحه التوابل بشياكه قوي وبصفه رسميه جميله، ان انت لما تشمه بتقول ايه ده، ازاي انا واخد برفان بالمبلغ ده وبالجوده دي. يعني فعلا جوده البرفان عاليه جدا. من البرفانات اللي انا دايما بتساءل هم ازاي بيقولوا البرفان ده رخيص كده، يعني هو $30 فازاي يعني البرفان رخيص كده وبالجوده والحلاوه دي. التركيبه بتاعته فعلا جميله، ولما تشم ريحته بتعجب بيها جدا وبتقول يعني يا ريتني عرفتك من زمان. البرادا لوم انتنس هو برفان واخد نفس طبع البرادا لوم العادي، ان هو فريش اند كلين، يعني نظيف وصابوني وباودري، ومحطوط عليه شويه توابل، ولكنه معمول للشتاء بقى. حاطين فيه شويه نوتات شتويه او نوتات تتقله شويه، ان هو تجره شويه ناحيه الشتاء. حاطين لك فيه شويه اخشاب مزودين التوابل فيه، حاطين لك شويه بخور. فالبرفان بشكل عام تحس ان هو اتقل وفيه غموض اكتر. يعني هو بصراحة هو نسخة انتنس من العادي، وده بصراحة عامل حاجة كويسة قوي مع البرفان ده، ان هو تلافه نقطة ان البرادا لوم العادي كان بس موجه لاستخدامات الصيف الرسمية، فالانتنس بصراحة خدوا الحتة تانية خالص ان هو يبقى شتوي كمان. وده ياخدنا النقطة تانية في المقارنة، ايه مواقف استخدام البرفانين دول. هما البرفانين دول زي ما قلت لك هما برفانات شتوية، يعني ما ينفعش ان انت تستخدم اي واحد منهم في الصيف، لان ريحة التوابل والتقل اللي فيهم هيبقى مزعج قوي في الصيف، وهيبقى مش مناسب قوي، والدنيا حر وقرف وتلزيق وكده، والناس مش طايقة نفسها. ما ينفعش ان انت تروح لهم ببرفانات تقيلة قوي زي البرفانين دول. فالبرفانات انسب استخدام ليهم في فصل الشتاء، او يمكن في الخريف حتى لو الجو ابتدى يسقع شويه تحط البرفانين دول. البرفانات دي ممكن تستخدمها ككاجوال او كفورمال، ولكن الاستخدام الامثل بالنسبه ليهم هما الاثنين هو الاستخدام الفورمال. يعني ان انت لو بتلبس بدل كتير، طبيعه شغلك ان انت محتاج اجتماعات ومحتاج ان انت يبقى يعني حاضر بصفه رسميه كتير، او لو عندك انترفيوهات كتير بتقدم على شغل ومحتاج برفان للانترفيو، ايا كان البرفان من البرفانين دول هيبقى كويس جدا ان هو بيدي الانطباع بالهيبه والفخامه في المواقف الفورمال. البرفانين دول من البرفانات اللي فعلا يعني يمكن اقول ان ما لهمش منافس في الوقت الحالي قوي قوي من حته الاستخدام الفورمال او للاجواء المكتبيه بشكل عام. برفانين فعلا جمال، ومن البرفانات اللي بتدي الاحساس بان انت بروفيشنال قوي. نيجي لنقطه ثانيه في المقارنه، طيب ايه راي السيدات في البرفانين دول؟ والله هو انت لو طبيعه شغلك زي ما قلنا فيها سيدات كتير، ايا كان البرفان سواء اللي هتحط ده او هتحط ده، البرفانين هيقوموا بالوظيفه دي على اكمل وجه، وهتلاقي ان هما الاثنين بيجيبوا لك اطراءات. عشان الحق يتقال يعني ممكن ادي الافضليه دي للسلفاتوري فيرجامو شويه، لان السلفاتوري فيرجامو ريحته يعني ما اعرفش هي ليه متقبله اكتر من ناحيه السيدات، بالرغم من ان البرادا لوم جميله جدا وكويسه جدا، ولكنها امنه قوي، يعني ما فيهاش لعب كتير، اللي بتشمه في الاول هو اللي بتشمه في الاخر، ما فيهوش تدرجات ويعلى ويوطى ونوتات فوق ونوتات، لا هو البرفان ايه فلات شويه. فالسلفاتوري فيرجامو اف بلاك بيدي تاثير ان هو يعني ايه ليه عمق شويه مع السيدات.
فالبارفانين كويسين، ما اقدرش اقول ان هم وحشين، ولكن لو واحد ليه افضليه هو هيبقى سلفاتوري فيرجامو اف بلاك ليه افضليه بسنه بسيطه قوي 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 عن البرادا لوم انتنس. نيجي بقى لنقطه مميزه جدا في البارفانين دول، وهو ادائهم. اداء البارفانين دول عامل ايه؟ لو كنت هقارن البرادا لوم العادي بالسلفاتوري فيرجامو كنت هقول لك من غير تفكير سلفاتوري فيرجامو اف بلاك يكسب، لان اداؤه افضل بكتير من البرادا لوم. ولكن دلوقتي البرادا لوم انتنس يعني زقوا الاداء فيه زقه كويسه قوي، ادوله دفعه كويسه من ناحيه الاداء. فدلوقتي البارفانين اصبحوا يقارنوا ببعض تقريبا، هما الاثنين متشابهين جدا. اذا ما كانش كمان البرادا لوم انتنس ليه افضليه في الاداء بحاجه بسيطه قوي، ممكن بنص ساعه زياده في الثبات ولا حاجه، والفواحان بتاعه مش هقول اقوى ولكن يعني ايه ملاحظ بصوره مختلفه. يعني لما بترشه بتشمه بطريقه يعني بيجي الحس الشم عندك بطريقه مختلفه شويه. فالبرادا لوم انتنس ممكن اقول ان هو ليه افضليه حاجه بسيطه قوي على السلفاتوري فيرجامو اف بلاك من نقطه الاداء، ولكن انت مش هتبقى منزعج ولا محبط خالص من حته الاداء، سواء جبت ده او ده او اعتمدت على ده او اعتمدت على ده. الاثنين هيبقوا مرضيين جدا ليك، هيقضوك فوق الست ساعات مستريح، يعني هتنزل اليوم الشغل كله ومفيش مشكله خالص من البارفانين دول. انا حتى السلفاتوري فيرجامو اف بلاك الشتاء اللي فات استخدمته لمده 10 ساعات متواصله وكان شغال مفيش مشاكل. وبعد ما بتخلص شغلك وبترجع بتلاقي ان الريحه فاضله على الهدوم اللي انت كنت لابسها لتاني يوم، فالبارفانين ثبتهم كويس جدا. هي بس نقطه الفواحان ممكن اقول ان البرادا لوم ليه بروجكشن بصفه مختلفه شويه، مميزه شويه عن السلفاتوري فيرجامو اف بلاك. نيجي لنقطه فاصله في المقارنه دي، وهي نقطه السعر. سعر البارفانين واحد ضعف الثاني. البرادا لوم انتنس سعره تقريبا بيتراوح من 60 ل 70 دولار لل 100 مللي، السلفاتوري فيرجامو اف بلاك ب 30 دولار لل 100 مللي. فانت بتتكلم عن ان البرادا لوم انتنس سعره ضعف السلفاتوري فيرجامو اف بلاك ويمكن يزيد شويه. فلو نقطة السعر هي العامل الوحيد بالنسبة لك في المقارنة، يبقى هقول لك روح على السلفاتوري فيرجامو اف بلاك وانت مش هتندم. هو انت كده كده مش هتندم ان انت تجيب اي واحد في الاثنين، يعني سواء جبت ده او ده انت هتطلع ربحان من الصفقة اللي انت عملتها، وهتطلع مبسوط جدا باللي انت جبته وراضي جدا عن الجودة اللي انت خدتها. ولكن لو انت عندك القدره الماديه انك تجيب البرادا لوم انتنس، نصيحتي ليك حطه في اعتبارك. البرفان ده جميل جدا، يستحق الاحترام قوي، من البرفانات الجميله. برادا من الماركات الجميله جدا اللي ما بيخنصروش في اي حاجه في الجوده اللي هم بيقدموهم، وعندهم كونسيستنسي ويعني ثابتين على مبدأهم بدرجه عاليه، وده شيء يحترم. وبرده سلفاتوري فيرجامو بيدولك برفان ذو جوده عاليه قوي وبسعر رخيص. فيعني انا ما اقدرش اقول لك مين اللي فايز، لان حته السعر دي ان واحد ضعف الثاني، مش عايز ادي افضليه للسلفاتوري فيرجامو لان هو ارخص، ولكن برضو مش عايز ادي الافضليه للبرادا لوم انتنس لان هو يعني معرفش، ممكن نقول ان ريحته مميزه اكتر، او يعني ليه ستايل خاص بنفسه. فانا نصيحتي ليك ان انت لو عندك القدره الماديه ممكن تجيب الاثنين لو عايز. لو عايز واحد بس ممكن تبتدي بالسلفاتوري فيرجامو اف بلاك، ولكن الاثنين سواء جبت ده او ده صدقني مش هتندم. البارفانين دول من البارفانات اللي انا بنصحك بشده وبشجعك مليون في الميه ان انت تحطهم في اعتبارك وتجيبهم. البارفانين دول صدقني مش هيخذلوك، وهتحس ان انت جبت لنفسك حاجه كويسه. يا ريت الناس اللي عندهم البارفانين دول ويعرفوهم يكتبوا لي في الكومنتات ايه رايهم، وهل بيفضلوا واحد عن التاني في استخدامات الشغل والمكاتب والرسميات، وليه بيفضلوه، ونتناقش في الموضوع ده.